السلام عليكم. تدخلت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالربعية والتابعة لكتيبة الدرك الوطني بالبرواقية بولاية المدية رفقة أفراد خلية الشرطة التقنية والعلمية والتابعة للمجموعة الإقليمية بالمدية مؤخرا من أجل القيام بالمعاينات اللازمة على إثر ورود معلومات ما أفاد عثور مواطنين على عظام من المحتمل أن تكون بشرية داخل حفرة أقامها مقاولة خلال أشغال إنجاز قناة الصرف الصحي بالمنطقة المسمى دوار الحدود ببلدية الربعية. وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا في القضية لتحديد وبدقة أصل بقايا هذه العظام والحقبة التاريخية التي تنتمي إليها مع الاحتفاظ بها إلى غاية صدور رخصة الدفن.